إلى رصيف البطالة دفعت الميليشيات الحوثية بأكثر من 3 ملايين يمني أجبروا مع المضايقات وتوقيف المرتبات وانقطاع الكهرباء إلى ترك أعمالهم التجارية والمهن البسيطة في العاصمة صنعاء ومحيطها، فاتسعت رقعة الفقر وضاقت الحياة بأسر فقدت مصادر عيشها. حافظ، شاب من محافظة ريمة، أجبر على النزوح إلى مأرب بحثاً عن عمل يوفر قوت يومه وأسرته، وقد أتاحت له عربة الحلويات هذه فرصة جديدة للعيش بعد سنوات من العناء. بسبب الأوضاع والحرب التي هدمتنا وهدمت أسرنا وهجرتنا من بلادنا، ما في عيشة في المناطق الشمالية، اضطرينا أن احنا ننزل مأرب نطلب الله ونصرف على أنفسنا وعلى أسرنا. نشجع أصحاب المشاريع الصغيرة النازحين، ونريد من الجميع أن نشجع أهل النازحين حتى يكون مساعدة بيننا. مع بداية اليوم ينطلق حافظ لشراء كميات من الحلويات الشعبية الجاهزة، يقوم بإعدادها وترتيبها بشكل لافت، ثم ينطلق في شوارع مأرب سعيا لطلب الرزق في قصة نجاح وكفاح غيرت حياته إلى الأفضل رغم بساطتها. فكرت أن أنا أفصل هذه العربية ب 150,000 وأشتري حلويات جاهزة. أتمنى في المستقبل أن نطور الشغلة هذه ونصلح الحلويات إحنا ونكسب هذه الشغلة، وأطلب الله أشتغل في اليوم 15,000 ب 20,000 كل يوم له. ضروري بعد الغداء أقول حل من عنده. من أكله وحلا كأنه بنا وحلا عندنا اليمنيين كذا. نشجع الناس المكافحين نفس هؤلاء. كبيرة هي أحلام حافظ في تحسين مشروعه الصغير لزيادة الدخل، مع قناعته بما يحصل عليه اليوم بعد حياة التشرد والعوز التي عاشها. دفعت الحرب بحافظ والكثير من الشباب لعمل مشاريع صغيرة هنا في محافظة مأرب بعد أن هجروا من محافظات كثيرة لكي يصرفوا على أسرهم. محمود الحميدي، العربية، مأرب.